طيب احنا بنعمل مشروع من المشروعات الكبيره والضخمه والعملاقه، مشروع الاربعه مليون فدان، وبدانا بالواحد ونص مليون فدان، وحضرتك كنت موجود في الفرافره بتشهد انطلاق هذا المشروع. بعض الناس قالوا هذا المشروع ليس له دراسات جدوى، وهذا المشروع ما شفناش دراساته، وهذا المشروع مش هيجيب الميه، وهنجيب الميه منين وغير ده. حضرتك رايك ايه في هذا الكلام؟ طيب يعني انا بس عايز اقول يعني كتير مننا بيتصدى الموضوعات وهو مش ملم بتفاصيلها ولم يطلع على الاجراءات اللي صاحبت هذا المشروع. المشروع ده احنا شغالين فيه بقالنا سنتين، وانا بقول شغالين فيه مش انا اللي شغال فيه، وزاره الزراعه، وزاره الري، وبقيت اجهزه الدوله بالكامل شغاله في ده، عشان ما نقولش الكلام اللي بيتقال ده ان احنا الميه بتاعت المشروع اللي احنا حطينا عليها فرضيتنا انها تكفي على الاقل 100 سنه. فالنهارده لما حد يقول لا ده الميه مش موجوده، على اي اساس؟ ده احنا الاربعة مليون طرحينهم في رؤيتنا، لكن لازم نتاكد بان بالدراسات العمليه ان الميه موجوده تكفي على الاقل 100 سنه. حتى رغم موضوع سد النهضه وان ده ما هيخلي الخزان الجوفي ما يتجددش بشكل تلقائي، وما كل ده موضوع في الاعتبار، موجود موضوع في الاعتبار. طب اذا كانت الناس بتقول ما فيش دراسات جدوى